السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وإخواتي ومتابعيني ومشاهدينا أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحشتوني. النهاردة عندنا حلقة مهمة جدا، حلقة نارية، حلقة من العيار التقيل، حلقة هنتكلم فيها عن الفضيحة العالمية بسبب المطبلاتية والرد الناري من سيد عبد الحفيظ على مرتضى منصور وحكاية الشيخ صالح السوداني اللي ظهر الحقيقة وجاب بالتايه وقال ان الاله عامل سحر لنادي الزمالك، والمكالمه اللي تمت ما بين الشيخ صالح وما بين اسماعيل يوسف، ايه الجديد في نادي الزمالك واخر الصفقات، كل ده هنعرفه النهارده في حلقتنا. بس حابب اطلب من اخواتي الغاليين طلب، ويا رب يكون الطلب خفيف عليهم، ادعم اخوكم باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منكم وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد وتكونوا واحد من افراد اسره ملعب افندينا. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، الحكاية كلها ابتدت ان المستشار مرتضى منصور خرج على قناة نادي الزمالك واتهم النادي الاهلي بالسحر، واتهم الكابتن محمود الخطيب انه عامل سحر وشعوذة واعمال لنادي الزمالك هي سبب الخراب لنادي الزمالك وهي سبب الانتكاسات اللي فيها الفريق لحد دلوقتي. وقال كمان ان في مكالمة مهمة جدا جدا هي اللي بتأكد كل كلامه، المكالمة دي ما بين الشيخ صالح وما بين الكابتن اسماعيل يوسف. طب هي ايه المكالمة؟ والمكالمة كان فيها ايه؟ اسمع معايا المكالمة ونرجع لبعض تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن اسماعيل، معاك الشيخ صالح، عايز يتكلم معاك وعايز يسلم عليك ويشرح لك الوضع ان شاء الله. الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك صالح السوداني من ام درمان من كسلة، ان شاء الله تكون بخير وامان. هذا النادي بتاعكم خربان خربان 2-3 BT خربان للنهاية، وان شاء الله لو قعد جنبينا 5 دقائق الامور تصلح من عند ربنا مش من عندنا. والله حزنين حزنين السودانيين امبارح لما جابوا فيكم 3-0، وان شاء الله تتعوض باذن الله تتعوض. قولوا في سحر، في شغل معمول، ايه في شغل كتير، شغل بيبان مقفله عليكم الـ7 ابواب من الاهلي، لان معلش عفوا معهم 2 نماريد من السودان من الخرطوم، 2 من الخرطوم، 2 شغالين معهم يرحمنا، يعني يكون كل واحد ورزقه كل واحد ورزقه، وشوف الدنيا امتى عاوز تقعد جنبينا احنا خدامينك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد ما سمعت المكالمة وعرفت وشفت المهازل اللي في المكالمة، وطبعا ان كل المكالمة واضحة ان في حد بيشتغل كابتن اسماعيل، في حد بيشتغل نادي الزمالك، خرطوم ايه ومارد ايه واتنين مارد ايه وزول ايه اللي يعمل سحر لنادي الزمالك يا شيخ صالح. وبعدين يا عم الشيخ صالح، هو من امتى الاعمال بيبقى لها اسماء؟ يعني في عمل باسم 2BC KFG، ده اسم عمل ده ولا ده معادلة كيميائية؟ لكن لك الله يا نادي الزمالك، وده اللي مخلي المستشار مرتضى مقتنع جدا ان النادي الاهلي عامل اعمال لنادي الزمالك، وان الخطيب وسيد عبد الحفيظ هم اللي عاملين العمل. عشان يخرج سيد عبد الحفيظ على قناة النهار ويرد رد ناري على مرتضى بيه منصور، وقال بالظبط كده، أنا إيه اللي يخليني أعمل سحر؟ أولاً السحر ده كفر، والهدف منه إن أنا أغير في إرادة من إرادة الله عز وجل والعياذ بالله. طب أنا أغير إيه؟ يعني أنا كنت عايز أكسب، طب ما أنا بكسب، عايز أخد بطولات، طب ما أنا اللي باخد بطولات. وبدأ الكابتن سيد يستعرض تاريخ مواجهات النادي الأهلي والزمالك من 2010 لحد النهاردة، وإن الزمالك في خلال 17 سنة لم يستطع أبدا الفوز على نادي الأهلي في الدور الأول من الدوري، يعني ولا مرة. إيه اللي يخليه يعمل سحر؟ ده حاجة.
الحاجة التانية إن الكابتن سيد عبد الحفيظ بدأ إنه يتهكم على المستشار مرتضى منصور ويقول والله أنا لو بإيدي هسخطك أكتر ما أنت مسخوط، لكن خد التلات آيات دول لما تشوفني إبقى أقولهم يا سيدي وأنت هتبقى متحصن. الموضوع كده دخل في قصف الجبهات يا معالي المستشار، الرحمة حلوة يا غالي. ونرجع برضك من تاني ونقول ان المستشار مرتضى منصور كان سبب في حل او استقالة لجنة الانضباط. ليه؟ النادي الاهلي اشتكى المستشار مرتضى منصور تلات شكاوي، واحدة في اتحاد الكورة، وواحدة في لجنة الاندية المحترفة، والتالتة في لجنة الانضباط. زي ما المستشار مرتضى منصور ما اشتكى الكابتن كهربا او محمود عبد المنعم كهربا او الفولت في لجنة الانضباط بعد الفيديو المسيء اللي عمله كهربا بتاع اوف اح كهربا حطه صح، وبدأ الليلة صراع ما بين الأهلي والزمالك والشكاوي في لجنة الانضباط. لجنة الانضباط بدورها بعتت لمحمود كهربا للامتثال أمامها للتحقيق، وبالفعل راح كهربا وبدأ أنه يتحقق معاه ونفى التهمة كاملة عن نفسه وقال أنا ما قصدتش الإساءة لأي حد، لكن أنا كنت بحتفل مع جمهوري وبتكلم أن أنا حطيت الجون صح وأن حطيتها بالطريقة المثالية. ولجنة الانضباط بعتت المستشار مرتضى منصور والآخر للامتثال أمام لجنة الانضباط عشان يتحقق معاه، وده اللي خلى مرتضى بيه منصور يطلع على قناة الزمالك ويهاجم المستشار محمد عطية. انت مين يا ولد؟ انت تعرف ايه عن القانون؟ انا اللي هعلمك القانون، مش من حقك اصلا انك تحاسب رئيس النادي، انا هرفع عليك شكوى وغرامة 20 مليون جنيه. وهنا السؤال، هو فعلا لجنة الانضباط من حقها ان هي توقع عقوبة على رئيس النادي او حتى تحقق معاه؟ هقول لحضرتك ان مفيش حد فوق القانون، وان كل مواطن مصري بيندرج تحت طائلة القانون، ان اسأت فتعاقب. وهنا بالفعل في لائحة وفي قوانين بتقول ان في حالة اساءة، مركز معايا ركز، انه في حالة اساءة رئيس النادي لأي عنصر من عناصر اللعبة سواء كان رئيس نادي تاني أو اتحاد أو لجنة أو حتى لاعب يحال إلى لجنة الانضباط، في حالة اتهام رئيس نادي لأي حد من المنظومة الرياضية اتهام بالباطل يحال إلى لجنة الانضباط. ولو دورنا كده هنلاقي أن المستشار مرتضى منصور بيعمل كل ده، يعني من حق اللجنة فعلا أن هي تحقق مع المستشار مرتضى منصور. لكن اللجنة الانضباط قدمت استقالتها، وبدور اتحاد الكرة رفض الاستقالة وقال ان محدش فوق القانون، ولو احتكم الامر هنحيل الموضوع الى لجنة القيم والاخلاق في الاتحاد الدولي. طب ايه بقى حكاية الفضيحة العالمية اللي عملوها شوية المطبلطين؟ بص يا سيدي، ما هو كلاتنبرج قدم استقالته هو الاخر، طب ليه يا عم قدم استقالته؟ ده الراجل يعني انجليزي، والراجل جمهور الاهلي بيهاجمه وجمهور الزمالك بيهاجمه، يعني الراجل ماشي على الطريق الصحيح، لا عاجب ده ولا عاجب ده. هقول لحضرتك، طلع الاستاذ محمد بيه رجب واتكلم وهدد كلاتنبرج وقال ان كلاتنبرج بيرافق راجل في الفندق وان الراجل ده قاعد معاه في الفندق، وإيحاء منه أن الراجل يعني بيخوض في شرفه وفي سمعته، وأن الراجل يعني لا مؤاخذة، وأن الراجل فيه وفيه وفيه، وأنه بيهدد كلاتنبرج تهديد واضح وصريح أنه هيعمل وهيسوي. وطبعا شلة المطبلطية اللي موجودين على قناة نادي الزمالك بدأوا الحرب على كلاتنبرج، وإحنا من وراك لحد ما تمشي، وإحنا مش هنسيبك، وإحنا وإحنا وإحنا. وخرج المستشار مرتضى منصور هو الآخر طاح في كلاتنبرج، اللي قال لهم وعلى ايه؟ ادي شنطتي وسافر واخلع، بعد بنته ما كلمته وقالت له بابي بابي انت فعلا هتسيب مامي؟ قال لها يا بنت اسيب مامي ليه يا حبيبتي؟ ليه بتقولي كده؟ قالت له مش انت مقعد راجل معاك في الفندق وانك خلاص هتتجوز الراجل ده وهتستغنى عن مامي؟ قال لها يا بنت بيتهموني بالباطل، بيفتروا عليا يا بنت كلاتنبرج، انا مفيش الكلام ده، انا جاي لك يا غاليه. وخد شنطته وسافر، وده اللي خلى الصحف العالميه كلها تتكلم عن الواقعه، وان في تهديد من قناه نادي الزمالك لمسؤول
في الاتحاد المصري لكرة القدم، وهو رئيس لجنة الحكام واللي جنسيته إنجليزية، وإن الموضوع تعدى الحدود واتهامات بالشذوذ، وده اللي خلى الناس كلها تتكلم عن الموضوع، يعني فضيحة عالمية قدام الصحف العالمية. وبعدين يا سيدي احنا منا يا محمد بيه يا رجب اللي عامل لي فيها المفتش كرومبو، سيادتك انت مالك؟ الراجل اسمه مارك كلاتنبرغ، يعني مش هنقول له نصرة الدين الإسلامي ولا حتى انت بتخالف الشريعة الإسلامية. وبعدين يا سيدي الراجل كويس لنفسه مسيء لنفسه، ومش احنا اللي هنحاسبه، ربنا اللي هيحاسبه في الآخر. وبعدين يا سيدي هو حضرتك مالك ومال الليلة دي؟ الراجل جاي عشان المنظومة التحكيمية، احنا مالنا بقى بالمنظومة اللامؤاخذة؟ لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقة نالت إعجابكم، ويا رب نكون عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما عملش اللايك فضلا منك وليس أمرا ادعم أخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وتكون واحد من أفراد أسرة ما لعبت.